مرحبا بكم متابعين. البارح تم القبض على القاضية إكرام مقدات وبحوزتها 440 ألف أورو و 38 ألف دينار تونسي. اللي كانت القاضية هذه تعمل في المحكمة الابتدائية بجرومبالي وانتدبت بسلك القضاء بعد الثورة مباشرة اللي تم التفطن لها من أحدى دوريات الديوانة، واللي كانت تقود سيارتها جولف 7 على طريق بين مساكن والجم في اتجاه الجنوب وبحوزتها المبلغ المذكور. وعلى ما يبدو انها كانت تعمل في اطار شبكة لتهريب العملة بين تونس وليبيا. وحيلت القاضي هذه للتحقيق، لكن بعد التحقيق معها اكدت انها كانت حاملة المبلغ هذا لشخص اخر كان يستنى فيها في الجنوب التونسي، وما كانتش على علم بالحقيبة اللي كانت فيها مبلغ العملة صعب. هذاك علاش تم رفع الحصانة القضائية عليها واغلاء سبيلها في حالة صراح حتى لمحاكمتها الأسبوع القادم. الشيء هذا عمل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أطلاق صراحة اللي كان مشكوك فيه بعض الشيء، وأثر موجة من الغضب داخل المجتمع التونسي. قالوا برشا ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي دونوا بأنه لأنها قاضية تم أطلاق صراحة، والشباب الطلبة كيف يتم القبض عليهم وبحوزتهم جزء من عملة البيتكوين أي تم اعتقالهم لسنوات. وتداولت أخبار أخرى على أنه القاضية إكرام مقداد كانت تابعة لحزب النهضة، وهذا سبب الإفراج عليها وإطلاق صراحة، وكان هذا بأوامر من الغنوشي. لكن الحقيقة مازال يعلوها الغموض، وفي الأيام القادمة نعرفوا شنو يصير بالضبط. وما تنساوش في آخر الفيديو باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.